لا تفضلوا. الله يديكم العافية. مقاطعتنا للانتخابات ما تعنت أو اعتساف أو ركوب رأس، وإنما المقاطعة تأتي لأن الظرف القائم في البلد ما ممكن يشيل في ظهره انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية. الحروب دائرة في أنحاء شاسعة من البلد، في دارفور، في جنوب كردفان، في النيل الأزرق، وعندها كوارث الإنسانية بتخلي ملايين الناس خارج دائرة اللعبة الانتخابية، ما ممكن يشاركوا في انتخابات والحرب دائرة. القوانين المقيدة للحريات قائمة ومفعلة، زعماء المعارضة معتقلين ومقدمين لمحكمة. فحتى بالنسبة للحوار اللي قالت الحكومة داير عشان القوى السياسية تتوافق على مخرج من الأزمة الوطنية العامة اللي بتحصل بالبلد، الحكومة ملتزمة بتوفير مطلوباته ولوازمه وشروطه اللي بتخليه حوار منتج ومثمر ويقود لحل الأزمة. المعارضة السودانية هي المعارضة الوحيدة في العالم اللي بتتبع الوسائل السلمية أكثر من النظام القائم في العالم. عادة المعارضات بتجنح للتخريب، بتجنح للدمار، بتجنح للعنف، والحكومات دائما العاقرة والرشيدة بتحاول تفتح صدرها أنها تلم شعبها وابناء شعبها المعارضين، ولكن بالعكس هنا المعارضة بتستعمل كل الوسائل السلمية والحكومة بتجنح لكل العنف. أرحل وسيلة ديمقراطية للشعب، الناس كل النظام ما دايرينك، عاوزين نجمع توقيعات من كل أبناء الشعب السوداني بالأعداد والأرقام ونقول هؤلاء هم الذين رافضين الانتخابات وبالتي هي أحسن يقولوا للناس القائمين بأمر الانتخابات أنتم لا تمثلون الشعب. أعتقد أن الانتخابات المقررة إجراؤها في أبريل المقبل هي عبارة عن انتخابات معزولة لا تجد التأييد المطلق من قبل الأحزاب السياسية ذات التجربة الراسخة، تجد أيضا المقاطعة وعدم التأييد حتى من قبل الأحزاب التي كانت توالي النظام وحتى التي كانت جزءا منه في سنوات ماضية. أعتقد أن النظام مجابه بعزلة كبيرة. أعتقد أنه يتوجب عليه أولا أن يقوم بتأجيل الانتخابات لضمان مشاركة العديد من الأحزاب السياسية، وإلا فإن العملية ستظل معزولة ولا تمثل الشارع السوداني ولا تمثل نبض الشارع في عمومه.